الله على عروستي الحلوه. لا انا بحط لها في اللبس الثاني عشان بيكون تغيير عادي يعني ما اروح انا بس بنات تسألوني تقولوا لي غزلان صورينا لبسك، هذا هو لبسي بنات، شوفوا ما شاء الله ومتوفر عندنا بعد في المحل ألوان كتير حلوة. أحبكم أحبكم، أعطوني رأيكم. خليك لي يا غزالي ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي ليلي يا سالي وانتر معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبالعقل عشاني في الرسالة كيف تقلب لحنا شوف حالي انا. وانا وانا وبالعقل عشاني في الرسالة كيف تقلب لحنا شوف حالي انا. حبيباتي الجميلات شخباركم كيفكم؟ هاد ستوري بغيت غير نقول لكم ونفهمكم لانه كيجيني هاد السؤال بزاف. فانا من قبل رمضان مشي 3 أشهر كنت وقفت تنكافت لظروف جد خاصة، وقبل رمضان قلتها لكم بحق، قلتها في التيك توك، قلت لكم اني رجعنا نستقبل حفلاتكم كلها، الاعراس الاعياد ميلاد الختانات الحمد لله عندنا كل شيء، عندنا جميع الجلسات وعندنا تكاشط والقفاطن يعني انواع واشكال وكل شغل باليد والاكسسوارز. فمن كتجي عندنا المحل كتختاري اي شيء كتلقاي الاختيار، اللهم لك الحمد. فمرحبا بكم، تواصلوا فقط واتساب اوكي، ومرحبا بكم عندنا في المحل ديالي سانشري مول دبي الممزار، المحل اسمه ياري سانشري مول دبي الممزار، المدخل واحد، تواصلوا هنا واتساب وحجزوا، راه كاين تبارك الله الاختيار بزاف والشوا بزاف والجروب ديالي معايا، فمستعدين لحجوزاتكم والاسعار نار. اهم
شيء اهم شيء ان ديما معياري ديزاين الجديد والاختيار والاسعار رخيصه. والله العظيم البنات مسويت لكم اسعار يعني كتير حلوه، ماشي يعني لجميع الجنسيات اللي كيحتفلوا ما شاء الله يعني كيحتفلوا بالتقاليد المغربيه، شيء كيشرف. كتحس انهم اماراتيات سوريات فلسطينيات، فاللهم لك الحمد التقاليد المغربيه صارت في العالم كامل. باش بغيت نقول لكم يعني اللي عندها واللي ما عندها غادي يعني الاسعار جد مناسبه، غتنقف مع ياري ديزاين كي بغيتوا. مرحبا، هذا وجهتي عليكم. ودابا خليكم معايا الستوري الجايه، شي حاجه جد مهمه جد مهمه جد مهمه البنات. البنات، والشيء المهم اللي قلت لكم هو بالنسبه للحفل النسائي للغالا المغربيه اللي غتكون ان شاء الله نهار 3 شهر 6 يوم السبت، درنا لكم في الويكند. بصراحه اللهم بارك، ما كنتش متوقعه ديك الحجوزات، اللهم لك الحمد. بغيت نقول لكم انها غتكون حفله نسائيه مغربيه 100%، ولكن لكل الجنسيات، الجزائريات، التونسيات، الاماراتيات، السوريات، الفلسطينيات وما اخر وما اخر. ان شاء الله غادي يكون عندنا المغنيه شحروره، المغنيه الثانيه غنعلنوا عليها، راقصه، غتكون غيكون الحفل النسائي 100%، يعني ما كاينش العيالات، ما كاينش الرجال، وما كاينش التصوير يعني نهائيا. دايرين تنظيم كبير، وغادي يكون ان شاء الله الاكل في كل طاوله. عندنا البسطيله، عندنا سلطة غويال، عندنا اللحم، عندنا لي فخوي، عندنا عندنا الحلويات المغربيه، وعندنا تبارك الله الضيافه كامله. والايفنت غادي يكون كامل من عند نجوى ايفنت، الضيافه من لا كولومبي، يعني دايرين داكشي واعر. فقلت لكم داكشي غادي يكون جد جميل وجد راقي ومنظم، جايبه شركه تنظيم على الاخر. وغادي يكون ان شاء الله عندنا شو ديال تنكات، عندنا الحنة، بزاف ديال عندنا الهدايا، عندنا بزاف ديال لي زكتيفيتي. غادي يكون جدول عامر، فغادي نحيدوا ستريس كامل ديال هاد العياء كامل ديالنا. واهم شيء هو قلت لكم حفل نسائي 100%، ولكن الاطفال من قبل 12 سنه، حيت كيجينا السؤال بزاف، ممنوعين. حنا بغينا نرتاحوا باش يكون داكشي التنظيم، وكنركز ان راه التصوير ما كاينش، لاني انا جايبه شركه تنظيم. وغادي يكون الكوشه من عند نجوى ايفنت كما قلت لكم، غادي يكون صبابات، يعني يكون العصائر، ويكون شنو كنقولوا لهم، البارد والحار، والماكله تبارك الله الخير، المهم داكشي مرتب. فشوفوا هاد الستوري اللي كاينه، غادي تشوفوا شكون المغنيات، و المهم داكشي طوب. درت بما انا وطاجين امي درنا، يعني بصراحة مرحبا بكم، وشكرا على الثقة الكبيرة. فلا انا ياري ديزاين لا طاجين امي، ما خلينا زعما بصراحة درنا اللي بجهدنا ان شاء الله باش تنجح هاد الكالا كما الكالا الاولى اللي كانت ناجحة جدا. فالمهم انتوما بالنسبة اللي كتسولوني على الاسعار وداكشي، فالاسعار غادي تلقاو دخلوا عندي هنا في الواتساب، اوكي، الحجوزات ديالكم غتعرفوا الاسعار، فالاسعار جد رمزيه. عندنا كاين الفي اي بي وعندنا النورمال، فرق فقط الطاولات الاماميه والطاوله باش يكون داكشي تنظيم كما كنكررها، الشركه تنظيم جيبينا هي اللي منظمه لينا كل شيء. كاينه حتى الديجيه، فيعني الحفله غتكون من الساعه 5 ل 12. كنحاول كنتفكر الاسئله اللي كتسولوني بزاف باش يبقى في هاد ستوري. فشوفوا دابا شكون المغنيات اللي غادي يكونوا، وكنموت عليكم، وتسناوني انا وطاجين امي في اكبر ايفنت غيكون في حبيباتي الجميلات. وحشتكم بزاف. اليوم انا جيت لصالون مركز انهار الحنين اللي موجود بابوهي، فهو مركز صالون معروف ما شاء الله، وشكروا لي بزاف في الحمام المغربي بتاعهم. اهم شيء الاكريليك غادي نديرو، واليوم انا دابا غادي ندير الحمام ونرجع لكم نشارككم نبدأ على الصالون في ابو هيل. وقالوا عندهم اسعارهم حلوه والبرودكتس اللي يستعملونه حلو، وخليكم معايا يلا ندخل دابا انتم تشوفوا بلا فلتر خوتي، ونخرج ونكمل لكم ان شاء الله الصالون. يلا حبكم البنات. واحد حمحيمه، شوفوا ما شاء الله، واحد عطوا البنات حمام ديال المغرب، ما يمكنش حمام ديال المغرب. انا شويه ونعبر عليه بكل التعبير بصراحه، شي حمام داكشي ديال المغرب هكا، في الغرف اللي بغيتي تجلسي مع الناس، في السطل ديالك، في داكشي كامل. شوفوا تبارك الله البنت كان كتخرجي، واحد التبريمه داروا ليا عشان خرج لحمي تيشعل. شوفوا تبارك الله مسكينه جابت لي البنت كان، جابوا لي العصير، شوفوا ما شاء الله. ايوا نخديوكم معانا.
ودابا انا راه جالسه كنصاوب. انا اصلا بصراحه جيت على الحمام وجيت على الاظافر، انا جالسه كنصاوب ما درتش اكريليك، درت الجيل. اوكي فهما يعني بروفيسيونيل كيديروا الاكريليك والجيل. شوفوا ان شاء الله خدمت اليد الاخرى، باش نسى نوريكم الديزاين انا اللي اختاريت. ودرت بيديكور، تبارك الله عندهم بيديكور زوين. صافي صوبت شعري وصافي. بصراحة تعاملهم زوين، ونخليكم مع الآخر لمسات وهنشوفوا معنا البنات. احنا اليوم الثاني بصراحة، امس تأخرت في الصالون. شوفوا ما شاء الله عندهم جزائرية شاطرة في الجيل وشاطرة في الأكريليك، تبارك الله عليهم، عندهم ذوق، عندهم احترام كتير سطف ما شاء الله. واهم شيء اهم شيء هما انهم مسوين الخدمات، 5 خدمات على 150، يعني فيها الحمام، فيها الوقت، فيها الشعر، واسعارهم كتير حلوه بمقارنه الحمام المغربي، بمقارنه الصالون، بمقارنه خدماتهم. بس تقولوا من طرف ياري بصراحه صالون، عرفتوا الحمام قسما بالله، لأن الحمام نفسه راكم في المغرب، يعني بكرسيك بالبرمة ديالك بكل شيء، وأسعارهم جد مناسبة. هو موجود بأبو هيل، تلقاو الانستغرام لتحت هنا ديالهم، وتلقاو الأرقام تليفون في الانستغرام، بس ضغطوا على هنا لتحت. ومرحبا بكم، قولوا بس من طرف ياري فلوق إن شاء الله. ومازال تشوفوني إن شاء الله، بكرة غادي ندير الميكاب عندها